سلمى، أنا ما كنت أتمنى صراحة يصير زي كذا، لكن أنا متأكد أن فارس سواه غصباً. غصب ولا مو بغصب، أنا ما عاد تفرق معي بشيء، هو اللي بنفسه أنهى كل شيء. أنا ما أنكر أني أنا كنت أبي أتركه، كنت شايف أن هذا الشيء هو الصح، لكن من داخلي كنت أتمنى أنه يتمسك فيني. ياسر أنا كان لازم أبعد، بس لأني أحبه ما قدرت، بس هو قدر. طيب دام أنك يعني تحبينه، أنا بكلمه في الموضوع وأمسكه لا 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 لا، التعب نفسك ولا تكلمه ولا شيء. أنا أصلاً أبي أقعد لحالي، وحتى هنا ما عاد أبي أكمل، أبي أستقيل. لا لا، إيش دخل؟ اهدي بنت الحلال، إيش دخل استقالة؟ لأني ما أقدر أشوفه طول اليوم قدامي في الكافي. صراحة إنك أوفرتي سلمى، أنت لازم تفصلين بين الشغل وبين مشاعرك يا بنت الحلال. بعدين من اللي قال لك إني بوافق إنك تستقيلين؟ تدرين أصلاً متأكد إنكم ترجعوا لبعض وقريب، أعرف أنا. أنا برجع للزبونة، عنتنك. بس فكري ها، اهدي وفكري. بنت الحلال كل شيء وله حل، اهدي عشان خاطري. أنا وربي تعبت، من جد ما عاد أقدر، أعصابي صارت تعبانة. أنا للآن ماني فاهمة وش اللي صاير بينكم. هذه هي المشكلة، ما في شيء صار بيننا. بس لمية صايرة غريبة، طول الوقت معصبة وما تبي تذاكر، وأسلوبها معي جدا سيء. أنا أحس إني ما عاد أقدر أتصرف معها، أحس البنت بتضيع مني. لا حول ولا قوة إلا بالله، معقولة كذا تغيرت 180 درجة من غير شيء؟ راشا تكفين، كلميها أنتِ، هي تحبك وبتسمع منك، يمكن ربي بإذن الله يهديها وترجع زي أول. أنا مرة آسف إني دخلتك في مشاكل مالك فيها، بس مالي لله فهمتي. بالله عليك لا تقولين كذا، أزعل منك. خلاص أنا بتكلم معها، بشوف إيش اللي مضايقها، إن شاء الله خير يا رب. يا رب.